اهلا وسهلا بيك مصرف اف اي بي. مصرف اف اي بي مو مجرد مصرف عادي. شلون يعني مو مجرد مصرف عادي؟ لا هو مو مجرد مصرف عادي لانه هو مصرف رقمي بس موجود على ارض الواقع. اها تقدر تمتلك حساب مصرفي وانت قاعد. اها تقدر تمتلك فيزا وانت ايضا قاعد. شنو الظاهر عندكم هواي كراسي؟ لا انت ما يحتاج تزورهم، انت مجرد ما تنزل تطبيقهم راح يحتاجون عندك وثيقه اما هويه او جواز. اها مو قلت هواي اها؟ اها طور من خدماتك الماليه مع مصرف اف اي بي لان عندهم كل شيء سهل وكل شيء سريع. اها كل شيء تمام استاذ بس شوي ارفعنا نفسك. يلا مرحبا.